مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من نبض الكرازة وحصاد لأهم ما شهدته الكنيسة القبطية داخل مصر وخارجها من أحداث هذا الأسبوع. مشاهدينا، نبدأ حلقتنا معكم بأهم العناوين. قداسة البابا تودروس والرئيس السيسي يفتتح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. القوات المسلحة والشرطة تعزز الإجراءات الأمنية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد. وتوافد العديد من الشخصيات العامة والشعب لتقديم التهاني لقداسة البابا. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد وإلى أخبار الكنيسة. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي قداسة البابا تودروس الثاني والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد وافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سيادته للكاتدرائية الجديدة مساء يوم السبت الماضي، الذي شهدت فيه البلاد احتفالات عيد الميلاد المجيد والاحتفال بافتتاح أكبر كاتدرائية بمنطقة الشرق الأوسط. نتابع. بفرحة وامتنان واحتفال، وفي بقعة مضيئة على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، احتفل جموع المسيحيين بإقامة قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح في 7 يناير عام 2018، والذي ترأس الصلاة فيه قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور وتشريف رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي. اسمحوا لي ان انا اقول لكم والقداس البابا ولكل الاشقاء والاهل ولكل مصر ولكل العالم، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. وخلال عظته شكر قداسة البابا تودروس الثاني الرئيس السيسي على الوفاء بوعده ببناء كاتدرائية ميلاد المسيح، وكذلك شكر قداسته الهيئة الهندسية والقوات المسلحة على إتمام أولى مراحل مشروع الكاتدرائية الجديدة. بالأصالة عن نفسي أو باسم المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الوطنية، وهيئة الأوقاف القبطية والمجلس المني العام والمجالس الملية الفرعية وكافة الهيئات القبطية والإكليروس وكل الشعب في مصر وفي الخارج وبلاد المهجر، أهنئكم بعيد الميلاد المجيد في هذا العام الجديد 2018. في البداية أود أن أشكر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي بوعده الذي قدمه في العام الماضي لكل المصريين، هذا الوعد الذي بدأ تنفيذه، وها نحن ننعم في هذه الليلة بالمرحلة الأولى في هذه العاصمة الإدارية الجديدة التي ستصير عاصمة نباهي بها العالم في تخطيطها وفي إمكانياتها وفيما تشمله. وقدم قداسة البابا نصيحة خلال عظته لوقف الصراعات التي تواجه الإنسان، موضحا أن الحل في الرجوع لحالة الطفولة. فريد إدوار، سي تي في. وفي الوقت نفسه حرصت عناصر القوات المسلحة المصرية والشرطة على تعزيز إجراءاتها الأمنية لتأمين وحماية المنشآت والمرافق ودور العبادة لتأمين الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في جميع محافظات مصر والتصدي لأي محاولات إرهابية. نتابع. في إطار احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد، عززت عناصر القوات المسلحة والشرطة من إجراءاتها الأمنية لتأمين وحماية المنشآت العامة والمرافق والكنائس لتأمين تدفق أبناء مصر من الإخوة المسيحيين للاحتفال بعيد الميلاد والتصدي لأي محاولات
تستهدف النيل من الوحدة الوطنية لأبناء الشعب الواحد. كما كثفت الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية المشتركة من انتشارها بالشوارع والميادين الرئيسية للتصدي لأي محاولات الخروج عن القانون وتوفير الأمن والأمان في نفوس المواطنين بجميع محافظات الجمهورية. استقبل قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. جاءت الزيارة بهدف تقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد. التفاصيل في هذا التقرير. قام الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا طوادروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وخلال اللقاء أكد القائد العام أن مصر سوف تظل بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك بعيدة عن كل صور الفتن والأزمات ووطنا عزيزا لكل المصريين، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار والتقدم. وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يضعون أمن مصر وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار، مستعدون للتضحية والعطاء من أجل اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف ودعم مسيرة البناء والتنمية. من جانبه عبر قداسة البابا طوادروس الثاني عن اعتزاز الشعب المصري بدور القوات المسلحة في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، مؤكدا أن الميلاد المجيد يمثل دافعا للأمل بمستقبل مشرق في ظل ما تشهده مصر من إنجازات. حضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. استقبل قداسة البابا المعظم الأنبا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح يوم الأحد الماضي يوم عيد الميلاد المجيد وفود المهنئين الذين حرصوا على الحضور منذ الصباح الباكر لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كما حضر إلى المقر البابوي العديد من الوزراء والقيادات الشعبية والتنفيذية. نتابع. استقبل المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية جموع المهنئين بعيد الميلاد المجيد من الشخصيات العامة وكبار الزوار الذين حرصوا على الحضور وتهنئة قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعيد ميلاد السيد المسيح. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة والسنة الجديدة 2018 وأيضا عيد الميلاد المجيد اللي هو بيبقى أول عيد نتقابل معه في بداية السنة. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى مصر وعلى كل المحبين للدولة المصرية. وسط هذه الأجواء الاحتفالية قدم كورال أمجاد السماء ترانيم معبرة عن فرحة الميلاد واستقبال الأرض لمخلص العالم. وتفاجأ أعضاء الفريق بقداسة البابا طوادروس الثاني يقف في وسطهم ويهنئهم ويهنئ جموع الموجودين بالعيد في أجواء مليئة بالمحبة والفرحة. فريد إدوار، سي تي في. وعقب انتهاء قداسة البابا طوادروس الثاني من استقبال وفود المهنئين لقداسته للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، توجه قداسته لمقره البابوي بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون. التفاصيل في هذا التقرير. هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. على مدار ساعتين استقبل قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مطارنة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
بالمقر البابوي بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون احتفالا بعيد الميلاد المجيد في 8 يناير عام 2018. احنا جينا النهاردة نقول لسيدنا أولا كل سنة وقداستك طيب بعام جديد 2018، كل سنة وقداستك طيب بعيد الميلاد، كل سنة وقداستك طيب وتعيش وتعمر كنائس جديدة بمناسبة الافتتاح الجزئي أو الافتتاح الأول للكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ودايما العمار على دين سيدنا، ومن ساعة ما سيدنا اعتلى العرش المرقسي شايفين حاجات جميلة في كل الاتجاهات، سواء معمارية أو رعوية أو روحية أو إدارية تنظيمية. ربنا يخلي سيدنا البابا لينا ونقول له كل سنة وانت طيب وقداستك بخير وكل الشعب وكل مصر بخير. فتيات كورال مطرانية شبرا الخيمة قدمنا مجموعة ترانيم عن ميلاد المسيح أمام قداسة البابا المعظم الأنبا طوادروس الثاني وبحضور الأساقفة الأجلاء الذين تحدثوا إلى كاميرا سي تي في للتهنئة بالمناسبة الغالية. الحقيقة قصة الميلاد هي قصة ميلاد الإنسان بحياته الجديدة. الإنسان بقى ليه وضع جديد، كان زمان الإنسان أما ينتقل على الجحيم، دلوقتي لما ينتقل مؤمن ومتعمد وماشي صح يدخل على الفردوس. ميلاد المسيح ادى فاصل ما بين العهد القديم والعهد الجديد، عشان كده يقول الامبراطور الفلاني ده قبل الميلاد بكذا، الدولة الفلانية انشئت قبل الميلاد بكذا، بعد الميلاد بكذا. بقى الميلاد هو حد فاصل ما بين عهد وعهد الجديد، عهد النعمة، عهد الروح القدس، عهد البركات، عهد الخلاص، عهد الغفران، يعني عهد جديد في كل شيء. ربنا يدينا ويدي العالم في هذه الأزمنة والسنة دي بالذات سلاما وأمنا وطمأنينة العالم، ويشيل الإرهاب ده من العالم. عيد الميلاد السنة دي يأتي إلينا بهدية جميلة من السماء، وقدمها الرئيس السيسي للكنيسة القبطية كلها وللشعب المصري. هو رسالة فيها تغيير توجه، وهذا التغيير اللي ممكن يغير في المجتمع المصري أنه الدولة نفسها بترعى اهتمامات كل الشعب، وبالتالي هي هدية كبيرة للكنيسة كلها، مش بس في المعنى انه في كنيسة اتحطت، لكن في التوجه والتفكير وتغيير التفكير اللي في الرسالة دي. من كل لون ده بنقدم الثناء لكل الاباء الكهنة والشمامسة والخدام والأرخنة وكل أولاد الشعب وكل الشعب كله في أقاصي المسكونة وفي أقاصي الكرازة كلها. بنطلب من ربنا أن يكون عام 2018 عام بركة وسلام، زي ما في ميلاد رب المجد يسوع المسيح حل السلام والمحبة في أرجاء المسكونة، نرجو أن يكون عام 2018 عام فرح وسلام ومحبة. من كل قلوبنا بنقدم الشكر لربنا ونطلب أن يعيد أمثال هذه الأيام على الكنيسة والكل في ملء النعمة وملء البركة. كل سنة وحضراتكم طيبين. رغم الهدوء الذي ساد دير القديس الأنبا بيشوي، إلى أن الفرحة سيطرت على الأجواء وامتلأ المكان بكلمات التهنئة بمناسبة ميلاد ملك الملوك ورب الأرباب. كلمات غالية قالها قداسة البابا طوادوس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى أساقفة الكنيسة وإلى جموع الشعب القبطي الذين جاءوا إلى هنا مهنئين بعيد الميلاد المجيد. من المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، فريد إدوار، سي تي في. ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم السبت الماضي بكاتدرائية القديس ماري يوحنا المعمدان بمدينة أبنوب، وشاركه عدد من الأباء الكهنة وشعب غفير. وعقب عظة القداس التي حضرها لفيف من المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب لتقديم التهنئة بالعيد، قدم التهنئة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ومساعد
وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اللواء جمال شكر وعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة. وإلى طنطا، وفي بادرة متميزة لتكريم شهداء الكنيسة بطنطا، افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبابولة أسقف طنطا وتوابعها يوم عيد الميلاد مزار شهداء طنطا الأبرار الذي يضم أجساد 30 شهيدا، وتم تجهيزه بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بأبو النجا التي شهدت حادث الاستشهاد. كما افتتح نيافته المتحف الملحق بالمزار والذي يؤرخ الحدث بكل تفاصيله، ويضم المتحف أهم ما كتبته الصحافة المصرية والعالمية عن الحدث والبيانات التي شاركت بها كنائس ودول العالم كرصد لردود الأفعال الإقليمية والعالمية عن الحدث. كما يضم المتحف أيضا أجزاء مختلفة من الكنيسة عليها أثار الحادث وملابس الخدمة للشمامسة الشهداء والكثير من المقتنيات الخاصة بالشهداء التي كانت معهم وقت الحادث والصور الأرشيفية للحدث. والمتحف مزود بشاشات عرض يعرض خلالها فيلم الختمة الخامس، وهو الفيلم الوثائقي الذي أنتجته المطرانية عن الحادث والسير الشخصية للشهداء وكل ما يتعلق بالحادث. وما زلنا مشاهدين في طنطا، حيث هنأ محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر واللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية وكافة القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين الإسلامي من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وممثلو النقابات والأحزاب والجمعيات. هنأوا نيافة الحبر الجليل الأنبابولة أسقف طنطا وتوابعها والشعب القطي بالإبارشية بعيد الميلاد المجيد. جاء ذلك خلال الزيارة التي قاموا بها صباح يوم الأحد لمقر إبارشية طنطا، حيث كان في استقبالهم إلى جانب نيافته عدد من كهنة الإبارشية. تأتي هذه الزيارة تالية لمشاركة السيد المحافظ وكافة القيادات بقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الشهيد العظيم ماري جرجس وشهداء طنطا الأبرار في أول قداس احتفالي بعد تدشينها منذ شهور عقب تعرضها للحادث الإرهابي يوم أحد الشعانين 9 إبريل من العام الماضي. ونذهب مشاهدينا إلى السويس، حيث قدم لواء أركان حرب أحمد محمد حامد محافظ السويس واللواء أركان حرب محمد رأفت الداش قائد الجيش الثالث واللواء محمد جاد مدير أمن السويس والدكتور إبراهيم جمعة مدير عام الأوقاف بالسويس وقيادة المحافظة التنفيذية التهنئة لنيافة الأنبابيم وأسقف السويس والشعب القبطي بالإبارشية بعيد الميلاد المجيد. جاء ذلك خلال الزيارة التي قاموا بها صباح يوم الأحد الماضي لمقر مطرانية السويس، حيث كان في استقبالهم إلى جانب نيافته عدد من كهنة الإبارشية ولفيف من الأراخنة. وفي سوهاج، حيث هنأ محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم وقيادات المحافظة التنفيذية نيافة الأنبا مركوريوس أسقف جرجا وتوابعها والشعب القبطي بالإبارشية بعيد الميلاد المجيد. جاء ذلك خلال الزيارة التي قاموا بها صباح يوم عيد الميلاد المجيد لمقر إبارشية جرجا، حيث كان في استقبالهم إلى جانب نيافته عدد من كهنة الإبارشية ولفيف من الأراخنة. رافق المحافظ أثناء الزيارة اللواء عمرو عبد العال مدير الأمن ولفيف من القيادات الأمنية والمحلية. وإلى أسوان، حيث استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا هيدرا مطران أسوان اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان واللواء مجدي موسى مدير الأمن ولفيفا من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة الذين حضروا لتقديم التهاني للكنيسة القبطية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كما استقبل نيافته وفدا من رجال الدين الإسلامي وجموعا من شعب أسوان لتقديم التهنئة لنيافته بعيد الميلاد المجيد. نتابع. كل الشعب المصري والقيادة السياسية والقيادة العسكرية والقيادة الأمنية وكل القيادات التنفيذية في مصر، وطبعا بيمثل كل المصريين هنا النهارده الكنيسة المنطقة في أسوان. والحقيقة طبعا احنا بنقول لكل الشعب المصري والصفة خاصة لإخوة الأخوات والمسلمين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وإن شاء الله دايما تكون مصر آمنة ومطمئنة وفي
وحدة واحدة وعلى قلب رجل واحد. مجموعة الرسائل اللي شفناها امبارح في افتتاح الكنيسة الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعتقد القيمة ليست قيمة المبنى ولكنها مجموعة الرسائل اللي اديتها هذا الافتتاح امبارح في هذا الوقت القصير، في هذا الحب، في مشاعر مظاهرة الحب اللي كانت بين كل المصريين. تهنئة السيد رئيس الجمهورية لكل المصريين وللأقباط بصفة خاصة، لأن دي عيدنا كلنا زي ما أنا قلت، وبصر أنا دايما إن احنا بنهني نفسنا دايما بعيد الميلاد المجيد. جه الرئيس السيسي لتهنئة قداسة البابا طبادروس الثاني وتهنئة الأقباط وتهنئة المصريين كلهم بعيد الميلاد وبافتتاح الكاتدرائية. فعلا حدث تاريخي، احنا في التاريخ كله ما شفناش الحفاوة دي والمحبة، وما شفناش التآلف والتآخي اللي بيبصوا السيد الرئيس السيسي وكل القيادات في كل مكان في كل المحافظات. بنشعر ان مصر يعني كلها واحد، زي ما قال سيادة المحافظ اللواء مجدي حجازي ان احنا على قلب رجل واحد يعني، او ايد واحدة زي ما قال الرئيس. ولذلك مصر هتظل قوية ومحفوظة وفيها بركة كبيرة، مصر محمية بنعمة ربنا ان شاء الله. وفي بورسعيد استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا تدرس مطران بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء أمجد عبد الفتاح مدير الأمن والمستشار العسكري والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف وقيادات بالجيش الثاني الميداني ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية صباح يوم عيد الميلاد المجيد، الذين كانوا قد حضروا لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد. وفي السياق ذاته توافد العشرات من مسلمي بورسعيد للتهنئة أيضا، مؤكدين بأن مصر نسيج واحد. وأكد المحافظ خلال كلمته على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل رسالة محبة وسلام للعالم من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أكد على أننا كمصريين ما دمنا يد واحدة ونحب بعض ونخاف على بعضنا البعض لن يقدر أحد في الدنيا علينا، متمنيا أن تكون أيام المصريين كلها أعياد وإنجازات وتعمير، وذلك بالسلام والمحبة التي تعلمناها في المسجد والكنيسة. ومن جانبه أكد نيافة الأنبا تدرس في كلمته على أننا كلنا جميعا شركاء في وطن واحد، نحيا في محبة وتسامح، ونعطي المثل للعالم كله كيف يعيش المسلم والمسيحي في محبة وإخاء. ونذهب مشاهدينا إلى الشرقية، حيث استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان بمقر المطرانية صباح يوم الأحد الماضي للتهنئة بالعيد اللواء أركان حرب خالد سعيد محافظ الشرقية ومدير أمن الشرقية وقيادات القوات المسلحة بالشرقية ووكيل وزارة الأوقاف بالشرقية ووكيل ومدير الأزهر بفاقوس والقيادات الشعبية والتنفيذية والسادة أعضاء البرلمان بمحافظة الشرقية الذين حضروا وحرصوا على المشاركة، مشاركة الكنيسة القبطية أفراحها بعيد الميلاد المجيد. استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها خلال قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بشبين الكوم مقر المطرانية. الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية يرافقه مدير الأمن ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث قدموا التهنئة لنيافته وللأباء الكهنة والشعب المشارك في القداس بعيد الميلاد المجيد. وختاما إلى الأقصر، حيث قدم لواء أركان حرب يسري محمد الجعب قائد الفرقة 15 للدفاع الجوي والمتمركزة بجوار دير القديس الأنبا بخوميوس الشايب بالأقصر التهنئة بالعيد لنيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، كما قدم العقيد أحمد سعيد مدير المخابرات الحربية بالأقصر والعقيد موافي عبد الله من مديرية أمن الأقصر تهنئة مماثلة للعيد. جاء ذلك خلال الزيارة التي قاموا بها للدير صباح يوم عيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا سلوانس وعدد من الرهبان.
مشاهدينا، إلى هنا انتهت فقرة أخبار الكنيسة. بعد الفاصل نلتقي وأخبار المهجر، تابعونا. الأمل هو نافذة النور اللي بتحفزنا نتخطى العقبات ونتجاوز المحن. الأمل كلمة السر اللي بتنقلنا من الركود والموت لطاقة فعالة وإيجابية. مصر بتتعافى وفي تحدي وسباق مع الزمن، مشروعات ونهضة اقتصادية واجتماعية وسياسية. قناة السويس الجديدة، أنفاق قناة السويس، محطات كهرباء في كل محافظات الجمهورية، محطة لتوليد الطاقة النووية بالضبعة، تطوير العشوائيات، مشروع الأسمرات، تطوير منظومة التموين والخبز، وكمان الشباب، المشروع القومي الأول لمصر، وغيرها كتير مشروعات عملاقة، فعلاً نقاط مضيئة وأمل في بكرة. هنكون معاكم ونشوف بلدنا بعيون مختلفة، وفي كل حلقة إنجاز جديد وأمل جديد، وفي كل مرة هنبص على النص المليان. تشاهدونه في الأوقات التالية. مشاهدينا أهلا بكم من جديد وإلى أخبار المهجر. ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة رئيس الملائكة الجليل رافائيل مقر المطرانية بمنطقة درافي وسط حضور شعبي كبير من الأقباط المقيمين هناك. هذا وقد استقبل نيافته السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا والقنصل العام وعددا من أعضاء السفارة الذين حرصوا على الحضور لمشاركة الكنيسة أفراحها باحتفالات عيد الميلاد المجيد. ونذهب مشاهدينا إلى السويد، حيث صلى نيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد ماريمينا والبابا كيرولوس السادس بستوكهولم بالسويد وسط حضور كثيف من جميع أنحاء السويد. هذا وقد نقل نيافة الأنبا أباكير أثناء عظة القداس تهنئة قداسة البابا تودروس الثاني وقرأ الرسالة البابوية، ونقل أيضا تهنئة الرئيس السيسي، وتحدث عن كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعرف شباب الجيل الثاني والثالث على ذلك المشروع الكبير. فيما حضر القداس الإلهي السفير المصري بالسويد وائل نصر الذي ألقى كلمة قدم خلالها تهنئة الرئيس السيسي، وتحدث عن عظمة مصر عبر التاريخ كأرض الأنبياء. وحضر أيضا القنصل العام لمصر وعدد من أعضاء الهيئة الدبلوماسية المصرية بالسويد. ونذهب مشاهدينا إلى هولندا، حيث استقبل صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا وبلجيكا صباح يوم الأحد الماضي الموافق السابع من شهر يناير الجاري سفير مصر لدى هولندا السيد أمجد عبد الغفار الذي حرص على الحضور لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد باسم السفارة المصرية، متمنيا أن تكون سنة خير على مصر وشعبها. وأيضا نقل سيادة السفير رسالة تهنئة من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. نتابع. بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، الاستقبالات كانت النهاردة حافلة، وسعدنا بوجود سعادة السفير المصري السيد أمجد عبد الغفار، حضر لتهنئة الجالية القبطية بالعيد السعيد، وحضروا أيضا السادة أعضاء المجالس المصرية والاتحادات المصرية. تربطنا بهم محبة كبيرة وتعاون وتفاهم، ودايما نلتقي في المناسبات والأعياد، نتبادل الود والمحبة، وتظللنا محبة وطننا الأم مصر. شعرنا بالأمس بالفخر والاعتزاز في افتتاح الكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة، كانت مصدر فرح
إعزاز بالكنيسة وبالمصر بحالها. ربنا يعيد الأيام بالخير علينا وعلى مصر بحالها وعلى كل الأحباء، وكل عام وانتم طيبين. رسالة تهنئة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الجالية المصرية المتواجدة في هولندا من خلال كنيستها الرئيسية الموجودة في مدينة أمستردام برئاسة أبونا الأب أرساني. الرسالة رسالة تهنئة ومودة ومحبة، ومثلما ذكر السيد الرئيس أمس في الاحتفال اللي ساعدنا أن يقام لأول مرة في الكاتدرائية الموجودة في العاصمة الإدارية، هي رسالة للعالم أن لا يوجد فرق بين مصري وبين آخر، إنما لدينا كلنا محبة ووئام كشعب واحد، وأن محاولات التفرقة والدسيسة هي غير موجودة في اللغة المصرية. بقنا أكثر من 25 سنة متواجدين هنا في أمستردام، كل سنة تقريبا بنيجي نهنئ الأخوة الأقباط، والنهاردة جايين نهنئ قداسة الأنبا أرساني أسقف هولندا وبلجيكا على المناسبة الطيبة اللي موجودة بأعياد الميلاد. النهاردة حقيقة احنا جايين لأن احنا حريصين كل سنة باسم المرأة العربية وباسم الجالية المصرية ان احنا نحضر ونشارك في حفلاتنا. احنا بنعتبر ان الكنيسة هنا بيتنا الثاني زي المسجد، يمكن احنا بنيجي الكنيسة اكتر ما بنروح المسجد. وجاي النهاردة علشان اهني اخواتي المسيحيين وابونا هنا بعيد الميلاد المجيد، وان احنا دايما شعب واحد واحنا اخوات كلنا، والعيد النهاردة عيدنا كلنا، وان شاء الله خير باذن الله على مصر كلها. جاي النهاردة علشان أعيد للإخوة وحبايبنا المسيحيين، وكل سنة وهم طيبين، وعيد سعيد عليهم يا رب وعلى الأمة العربية كلها، لأن ده مش عيدهم هم بس، ده عيدنا إحنا كمان. وطول ما إحنا مترابطين بكلمة تحيا مصر بتبقى إن شاء الله كل حاجة هتزول. ونذهب إلى النمسا حيث احتفلت كنيستنا القبطية بعيد الميلاد المجيد مساء يوم السبت الماضي الموافق 6 يناير الجاري. وترأس صلوات القداس الإلهي نيافة الحبر الجليل الأنبا جابرييل أسقف النمسا وكل توابعها، كما شارك بالحضور أيضا وتقديم التهاني وفد السفارة المصرية بالنمسا. نتابع. احتفلت إباراشية النمسا بعيد الميلاد المجيد لهذا العام بصلاة القداس الإلهي بمطرانية عذراء الزيتون بفيينا بالنمسا. بدأ الاحتفال بدخول نيافة الحبر الجليل الأنبا جابرييل أسقف النمسا والقطاع السويسري الألماني الكنيسة، يتقدم نيافته الكهنة والشمامسة بالألحان الكنسية المفرحة وسط فرحة وترحيب الشعب القبطي بالنمسا. قد حضر للتهنئة بالعيد السيد عمر عامر سفير مصر بالنمسا وممثلي من أعضاء الجالية المصرية والعربية بالنمسا. قد ألقى نيافة الأنبا جابرييل كلمة هنأ فيها وشكر قداسة البابا المعظم الأنبا طوادروس الثاني، وشكر فيها مجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهنئته للأقباط بعيد الميلاد المجيد. كل سنة وأنتم طيبين وسعداء في عام 2018، عام جديد وعيد ميلاد سعيد إن شاء الله على الكنيسة في النمسا وكل العالم وعلى مصر من الغالية وعلى كل العالم إن شاء الله. نشكر الله الذي أتى بنا إلى هذه الساعة، نشكر ربنا من كل قلوبنا على كل أعماله اللي عملها معنا في هذه السنة المنصرفة، وأيضا نشكره على كل أعماله في هذه السنة 2018. أحب أهني قداسة البابا طوادروس بعيد الميلاد المجيد وسنة سعيدة إن شاء الله على الكل، ولو إن هو اللي بيوصي دايما لنا تهنئة هنشوفه إن شاء الله في آخر الكلام والتهنئة اللي بنقدمها لكل الحاضرين والغايبين أيضا. أحب أشكر كل الشعب القبطي وأهنيه بعيد الميلاد، كل الشعب المصري الحبيب الجميل. أحب أشكر كل إنسان بيعمل من أجل السلام في بلدنا الحبيبة مصر وأيضاً في النمسا وفي كل العالم. شكر خاص نقدمه النهاردة صراحة من كل قلبنا أيضاً للسيد الرئيس السيسي على كل ما عمله من أجل مصر ومن أجل الكنيسة، هو رئيس وأب الكل المصريين. وقد تم عرض تهنئة قداسة البابا طوادروس الثاني بعيد الميلاد المجيد
مترجمة باللغة الألمانية وسط حضور وفرحة الشعب القبطي بالنمسا. من العاصمة النمساوية فيينا، ميشيل ديميان، سي تي في. وإلى لبنان، حيث شارك سفير مصر لدى لبنان السفير نزيه النجاري وأعضاء السفارة المصرية في القداس الذي أقامته الكنيسة القبطية بالعاصمة اللبنانية بيروت لمناسبة عيد الميلاد المجيد. ونقل النجاري رسالة تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أقباط مصر في لبنان بهذه المناسبة، متمنيا لهم ولمصر دوام التقدم والازدهار والعزة والرفعة والأمن والأمان. وأعرب السفير النجاري عن ثقته في أن الشعب المصري سيظل في رباط واتحاد أمام الله والوطن والتاريخ، وأن مصر ستجتاز هذه المرحلة الصعبة كما اجتازت غيرها على مدار تاريخها. وحرص السفير كذلك على إطلاع المشاركين في القداس على الخدمات الجديدة التي توفرها السفارة لدعم المواطنين ومساعدتهم. مشاهدينا، إلى هنا انتهت فقرة أخبار المهجر. بعد الفاصل نلتقي وأخبار الكنيسة في الصحافة، تابعونا. مثلث الرحمات، قداسة البابا شنودة الثالث، معلم الأجيال، ترك لنا كنوزا من التعليم في كل المجالات، إيمانيات، روحيات، تأملات، عقيدة، كنسيات، تاريخ، أدب، شخصيات، آبائيات، بهجة وفرح للقلوب. واحنا أصول نصرف للي قاعدين مرة نظارات مكبرة احنا لا نيأس في الخدمة اطلاقا. كل طاعة لازم تكون داخل طاعة الله. معجزة الألسنة ان اللي اتكلموا بيها من التلاميذ بعضهم كانوا صيادين، يعني لا بطرس ولا أندراوس ولا يوحنا ولا يعقوب، كانوا تعلموا في مدارس لغات، دول ناس غلابة. فالله هو الأول باستمرار، وينبغي أن نفهم هذا في حياتنا وفي كل ما يمر بنا. ربنا بيقبل الكل. الشخص العادي لو كشف له ساعة موته هيبقى يترقبها بفزع، فاضل كم يوم، فاضل كم ساعة، فاضل كم دقيقة، ده يموت قبل ما يموت. كفاية كده ومشاف. إجابات على كل التساؤلات في برنامج كنوز لا تفنى على سي تي في. برنامج كنوز لا تفنى تشاهدونه في الأوقات التالية: مشاهدينا أهلا بكم من جديد. نبدأ جولتنا الصحفية هذا الأسبوع من جريدة أخبار اليوم وعددها الصادر يوم الأحد، حيث نقرأ منها تحت عنوان: رسائل السلام والمحبة تنطلق من كاتدرائية ميلاد المسيح للعالم بحضور الرئيس السيسي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للمصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد قائلا: لكل الأشقاء والأهل والمصريين وللعالم كل عام وأنتم بخير. وأضاف الرئيس في كلمته خلال احتفالات قداس عيد الميلاد المجيد التي حضرها في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة قائلا: أهنئكم على الافتتاح الجزئي للكاتدرائية، فهذه رسالة كبيرة من مصر
للمصريين والمنطقة والعالم أجمع رسالة سلام ومحبة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نموذج المحبة والسلام والتعايش الذي تعيشه مصر الآن بين جموع المصريين سيعم العالم كله. ونذهب مشاهدينا إلى جريدة اليوم السابع وعددها الصادر يوم الاثنين الماضي، حيث نقرأ منها تحت عنوان البابا طوادروس يستقبل رئيس مجلس النواب للتهنئة بعيد الميلاد المجيد. استقبل قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كما استقبل البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية المهنئين بالعيد وسط أجواء الفرحة، حيث توافد الأقباط على الكاتدرائية للمشاركة في الاحتفالات داخل الكنيسة، وتمركز كشافة الكنيسة تمركزت على الأبواب المختلفة للكاتدرائية للاطلاع على هوية الداخلي للاحتفال، وكذلك التصاريح الأمنية لمندوبي القنوات التلفزيونية والصحف. ونختتم مشاهدينا هذه الجولة من جريدة المصري اليوم وعددها الصادر يوم الثلاثاء، حيث نقرأ منها تحت عنوان راعي كاهن الكنيسة القبطية في لبنان يعرب عن فخره بالقوات المسلحة المصرية. أعرب الأب إرويس الأورشليمي راعي كاهن الكنيسة القبطية في لبنان عن فخره واعتزازه بالقوات المسلحة المصرية، وقال إن الجيش المصري يحمي الشعب والوطن من الإرهاب، وإن الجيوش الوطنية تحمي شعوبها من الإرهاب. جاء ذلك خلال استقباله أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين اللبنانية المرابطون العميد مصطفى حمدان وأعضاء الهيئة، مهنئين بحلول عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة. وتمنى حمدان للأقباط في لبنان الازدهار والأمن والاستقرار، وقال نحن نراهن عليهم بالمساهمة في بناء لبنان وأن يكونوا عامل خير بما تمثله هذه الكنيسة بمضمونها المشرقي العميق. مشاهدينا إلى هنا انتهت حلقتنا، بقي فقط أن نذكركم بأهم العناوين. قداسة البابا طوادروس والرئيس السيسي يفتتح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. القوات المسلحة والشرطة تعزز الإجراءات الأمنية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد. وتوافد العديد من الشخصيات العامة والشعب لتقديم التهاني لقداسة البابا. وختاما مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.